كليني ما عندي منعطية اللاعب المغربي يرفع مع علم بلاد المغرب. العالم المغربي موجود في اليوفي ستاديوم. بن عطية بطل إيطالي مع اليوفي. تحية لأبطال اليوفي بالكامل. بن عطية والآخر في تحية للجمهور. الميدالية الثانية للمهدي بن عطية. مهدي بن عطية سبق لي لعب في إيطاليا مع لودينيز مع روما، ولكن اليوم مع اليوفي يعيش لحظة التتويج، توج بكوبا إيطاليا والآن بسكوليتو موسم واحد لقبين، وقد ينهي هذا الموسم مع اليوفي بلقب ثالث وهو اللقب الغالي. مهدي بن عطية لو يتوج مع اليوفي بالشامبيونز ليج يصبح ثاني لاعب عربي يفوز باللقب بعد الجزائر ربح محمد جير 87 مع سي بورتو.